الذهب يواصل النزيف في محلات الصاغة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أتمنى من الله أن تكونوا في تمام صحتي والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. يسجل أسعار الذهب انخفاضا متواصل في الأسواق ومحلات الصاغة، حيث انخفض سعر الجرام الذهب من عيار 21 لمستوى لم يسجله منذ أشهر. لذا يبحث الناس عن أسعار الذهب ويكثر البحث على جوجل ويهتمون به في الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج وحفلات الخطوبة، وبالنسبة لمن يريد الاستثمار والشراء للإدخار أيضا. وعلى صعيد آخر، جاء انخفاض أسعار المعدن الأصفر محليا على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا. وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب مساء اليوم الاثنين 13/6 كالتالي: بالنسبة للجنيه الذهب سجل 7936 جنيه للبيع، 7968 جنيه للشراء. أوقية الذهب سجلت 35259 جنيه للبيع، 35401 جنيه للشراء. الجرام عيار 12 سجل 567 جنيه للبيع، 569 جنيه للشراء. الجرام عيار 14 سجل 661 جنيه للبيع، 664 جنيه للشراء. الجرام عيار 18 سجل 850 جنيه للبيع، 854 جنيه للشراء. الجرام عيار 21 سجل 992 جنيه للبيع، 996 جنيه للشراء. الجرام عيار 22 سجل 1039 جنيه للبيع، 1043 جنيه للشراء. الجرام عيار 24 سجل 1134 جنيه للبيع، 1138 جنيه للشراء. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا وبتسمعونا، ياريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو.